لشربة الفطر، كوبين فطر مقطع، ربع كوب زبدة، ربع كوب طحين، لتر واحد حليب، وملعقة صغيرة جوز الطيب، بصلة مفرومة، ومكعب مرق الدجاج. يا سلام عليك يا ميس، 100%. أوكي أوكي يلا. أنا عندي هون الفطر، نستعمل فريش، ممكن نستعمل المعلب، ولكن بتطلعش النكهة اللي بتصيها. فطبعا الفش بعد الفطر الطازة اللي يعطيكم طعم ولا يعلى عليه. نرفع طنجرة على النار، نحكي بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ في قلية مكونة من الزبدة والزيت وشوية من البصل. هاي الزبدة، هاي كمان البصلة، ومنضيف شوية من زيت شعبة. هون راح أضيف شوية من الفلفل الأسود، كمان شوية من جوز الطيب، وأكيد شوية من الملح، وراح أطبخ منيح، راح أطبخه للفطر كويس حتى يتذبل. بعدين راح أضيف الزبدة، ومن ثم أضيف الطحين الأبيض حتى أعمروه، وبعدين راح أخلطه بالخلاط، راح تكون سموثي ماشروم سوب. يعني مش بس إنها، ممكن خليها زي ما هي، خليها تشان كيك والقطع فيها بصير. بس لا، أسكى شوربة يعني، بتكون خفيفة على الحلق بالنهاية. طيب طبعا احنا شايف، زي ما انت شايف، زي ما الكل شايفين، دائما عم نستخدم طناجر فلونة، وانا بشوف قديش انت عن جد بتكون سعيد بطناجر فلونة. شايفين هون الطناجر غير اللاصقة، والطناجر الثانية اللي بنستخدم فيها كل اشي لحتى نطبق فيه وصفاتنا بمطبخ رؤية مع نبيل. والسؤال، طيب السؤال، نص كوب ولا كوب ولا كوبين؟ طب ايش هو اللي هو السؤال؟ اذا استعمل اليوم حليب المكثف، نص كوب، نص كوب ولا كوب ولا كوب ولا كوبين ولا كوب؟ حكينا نص، لا قليل، كوبين كثير. كوبين كثير. أوكي. بدنا النص ثاني، دائما الشيف بحب الاعتدال بكل شيء. والله. طبعا هذا هو سؤال الحلقه. الوصفه اللي رح نطبقها اللي هي كرات الشوكولاته مع جوز الهند رح تكون كمان شوي ان شاء الله، فبرضه ركزوا معنا بالمقادير. ميس، هاي الوصفه بتتسوى، اذا بنقدمها على العيد بتتسوى يوم الوقفه، يعني الشلف لايف تبعها او مدة صلاحيتها مش طويله، مش كثير، يعني اكثر من 3 ايام، يومين، 3، دائما خلوها بالثلاجه. لانه فيها حليب، والحليب شوي حساس. صح. يعني نوعا ما. طبعا هون راح اضيف ميس الطحين على الفطر والبصل. شوفوا كيف صار عندي هون، بدات اشي تاخذ كلها عندي. شوفوا، راح اضيف كمان شوي من الطحين، وعندي الحليب البارد موجود. بسم الله ما شاء الله، خلونا نضيف. وعندي هون الرز، رز المندي تقريبا اصطفيت عليه، راح اخليه يتنبت وريحه ولا اطيب. بنضيف الحليب شوي شوي، وبنحرك حتى كله يتكاثف عندي، ويصير في عندي هالشوربه الطيبه اللي الناس كلها بعرف انها بتحبها. ولكن في حال ما حبيته تستعملوها على حليب، خلوها بس بطعمها على أدامها، حطوا بس مرق دجاج عليها. نفس الفكرة، طحين، شوية زيت، انسوا الزبدة كمان، يعني اللي بحب مع مرق دجاج. بالضبط بالضبط. أوكي. هون أنا بدي صراحة أطحنها، أنعمها شوية. برضو كمان القرار قراركم بهذا الموضوع، بتحبوا تخلوها خشنة، تحب تخلوها ناعمة، اللي بدكم إياه. بسم الله. راح أطحنها شوي، ما بدي أخليها كثير ناعمة.